والله ما اليوم لدى ما كانش كندا محتشم، وحبينا نفرحوا الشعب التونسي اليوم والشعب العربي يلا غالب على الترزيام بلاس الاخر ميدالي برونزي، كنا نطلع البوديوم ما سهلش ربي. ان شاء الله كاس افريقيا 21 في الكاميرون، ان شاء الله يكونوا رجال وحافظونا على التشكيله هذه اللي تنجم قادره تعمل حاجه في الكاميرون ان شاء الله. اليوم ان شاء الله المدرب في بالي اخر ماتش اليوم، وان شاء الله يا اخو رئيس الجامعه ودي الجزائريه اخو ديسيزيون باهي وجيب لنا مدرب باهي كفى باش يشوف المنتخب التونسي، خاطر عندنا فريق باهي. نتصور كان ترشحنا مع الجزائر فينال باش يكون فينال صعب، ما استاهلوش معناتها المنافسه هذه على التروزيام بلاس. ظلمنا الاربيتر راك شفت الماتش اللي فيه ضربه جزاء ما عطاهاش وما كانش معنا الحظ. هذيك هي الكوره ان شاء الله ربي يوفقنا في كاس افريقيا الكاميرون وكاس العالم في خطر ان شاء الله. وكلمه بركه ان شاء الله نهار الجمعه باش يكون حاضر في الفينال، وان شاء الله نفرحوا الجزائريه تفرح العرب الكل وتفرح المسلمين الكل. انا عندي ثقه في الجزائريه رجال وقلوبهم رجال ويحبوا المغرب العربي، وان شاء الله الكحلوشه هم يقولوا لها الكحلوشه ان شاء الله باش تروح ان شاء الله للجزائر ان شاء الله، ونكون انا حاضر غادي ان شاء الله.